ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى شوفوا الاكله الجامده اللي احنا عملناها النهارده. ده جمبري وسيبيا محمرين، ومعانا سمك بوري مشوي بالليمون بقى والزيت والحاجات، وشوربه سيفود عمايل ايد شوشو، والرز بالبصل، والبتنجان المخلل، والفلفل المقلي، والسلطه. وتعالوا نبدا التحدي ونشوف الموضوع كبير، والسمك المقلي طبعا حبيب شوشو. يلا بينا، يلا نخش على التحدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. الموضوع اكبر مما تتخيلوا. استاذنك بس بقى كده، التحدي ده يا جماعه تحدي بجد جبار جبار. علي مبسوط مبسوط مبسوط. جبار. عباره عن ايه بقى؟ عبارة عن سمك مشوي بالليمون والزيت، ما اقولكوش بقى حكاية، وسيبيا وجمبري محمرين، وسمك مقلي، وطبق والرز بالبصل طبعا، كل واحد طبق، وشوربة السيفود بقى الجبارة الجبارة العملاقة. ونبدأ ونسمي الله. البتنجان المدحرج مع الفلفل المقلي والسلطة. مع السلطة مع ونخش في التحدي. بجد بجد النهارده شوشو مدلعانا خالص 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 خالص. هتبدا بايه يا لولي؟ انا ادوق السيبيا كده. اختي اللي عامله السيبيا في بيتها يا جماعه. ده بس اقول للحبايب يتفضلوا معانا. وبالله عليكم بقى اللايكات الحلوه علشان التحدي الجبار ده. التحدي كل واحد سمكتين دي وسمكتين من دي وطبق الرز. ماشي؟ وده ازازه. اتفضلوا معانا يا جماعه. السيبيا اختي قاليها في بيتها، عشان انا ما بقليش في البيت من الروايح، ما اقولكوش. تسلم ايديها بجد والله، تسلم ايديها. اللي هي منوعات احمد ونونا، مين لسه ما رحلهاش؟ شربة الشفوت ايه؟ بجد؟ دقتها؟ جبنا سمكتك. هتبدا بالمقلي. هات لي الزيت والليمون النهارده يا جماعه. لو نقطع مش هنبقى قلقانين، لان النهارده التحدي في سفوري بحت. احنا لوحدنا هننور. النور بيقطع كتير قوي يا جماعه اليومين دول. حنونه ممكن تسحبي الطبق ده؟ البتنجان بقى عشان نعرف ناكل، يعني بنوسع الدنيا. شايفين انتوا الجمال بقى؟ ادوق بقى السمك يا علي، بقول لك خطير. منه بتاكلوا صياديه، منه بتاكلوا مشوي، ايه الجمال ده يعني؟ بجد بجد مليون المية مليون المية يا جماعة. من حلاوة الأكل أنا محتار آكل إيه ولا إيه ولا إيه. علي ما كانش يعرف ان انا هعمل الاكلة دي. الشوربة دي وجمالها يا علي حكاية. والله يا جماعة التحدي ده يستاهل 100,000 لايك. 100,000 منديل. شوفوا الليمون اللي جوه السمك، انا باكله جميل قوي. الليمون حكايه. ده فكره حاجه كده اهي. انا حاسه ان انا مش هشبع. الجمبري بقى دقناهوش مع الرز. قالت لي السيبيا والجمبري في بيتها، والنصحة بقى عملت تحدي هي سندوتشات. البتنجان اللي بموت فيه مش لاقيه له مكان.
شفت لازم تجيب له؟ قلت له واحدة هدية، مش عايزة تروح له من حلاوة الأكل. يا حلاوتي يا طعمتي. عملت سندوتشات وما سألتش فينا؟ ماشي. ما أنا قلت لها إحنا هناكل برز. نجيب سمك بقى وحاجات. الحركات. الله. السمك جميل قوي. تسلم إيده بجد. السمك ده يا جماعة والمقلي أنا جايباه جاهز، بس بصراحة المشوي 10/10. لا تسلم إيده بجد والله. الله 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 الله. شوف ده فظيع يا عم. بص الأكل كله فظيع فظيع فظيع. مش قادرة مش قادرة اروح فين ولا فين. ما حلاوه الشوكه وانت عامله كده. تسلم ايدك يا بنت يا شوشو على الشوربه والرز والبتنجان والسلطه. الجو وحش يا جماعه والبيت متقفل. انا ومحمد ما ينفعش نقلي حاجه في البيت خالص، والبصل بتاع الرز حتى شوفه. البصل بتاع الرز كان عندي في الفريزر جاهز عشان انا ايه مقليش. السمك عجبني قوي يا عم. وبعدين يا محمد ما تنسوش تشتركوا عند احمد ونانا. قول لهم عند قناه منوعات احمد ونانا. عايزينهم يا جماعه يكملوا الشرط الاول. يعني عارفين لو كملوا الشرط الاول هنفتح كلنا بس مع بعض. ايه الحركات ديت والتكات ديت؟ ايه ده ايه ده؟ احنا بقالنا زمان يا جماعه ما كلناش الاكل ده. السمك بالليمون من زمان قوي ما جبناهوش، والسيبيا. شايفين الصوص عامل ازاي؟ اه والله الطعم ما عندكمش فكره على حلاوته. سيبيا. الطعامه دي ايه الحلاوه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ كله يكتب لي في الكومنتات مين بيعشق السمكه دي الاكله دي. جمعاه. الله. خلصت المشويه. بعشق السيبيا والرز. طب ده حد اللي بيقولوا عليه دمار شامل. يا بطني يا بطني والله دمار شامل. الاكله ما تشبعش يا عم. الاكله ما تشبعش يعني عايز ما تشبعش. مشكله كمان ان حلقة الاكل كله حلو، فايدك محتاره تروح هنا ولا هنا. سيبيا فظيعة. ولا هنا ولا هنا. السيبيا بقى كل سيبيا وكل معاه معلقه رز. هتقع المعلقه بالسيبيا.
خشي. السمك يا جماعة أول مرة جرب برضو السمك المقلي من عندنا، جربته من عند حد تاني كان طري ومش حلو. فاكر يا علم ده مقرمش ازاي؟ عامل ازاي؟ يا لهوي على الجمال، يا لهوي. لا مش ممكن. اه يا بنتي يا شوشو يا عسل يا مسكرة. النهاردة عسل ومسكرة وسكر زيادة بصراحة، يعني بقى السكر زايد قوي. عشان الأكلة خطيرة، يعني أنا من غير حاجة يا علي ما ببقاش حلوة وسكرة. أوي كل الحاجة اللي في السكر جميلة. أنا عايزاك تنور النهاردة، أنا هخليهم يطفوا عواميد الشارع النهاردة. عامل زيه يا بنت. خلي البساط ان احمادي احمادي تاخد رز. لا لا خد رز، انا عايز بقى استمتع بالتحدي. هو انا لو خسرت علي هتعمل معايا ايه؟ هسامحك بجد والله. والله بس بناكل براحتي. دي من يوم يا ريت امي تسيب التحدي وتسيبنا براحتي. هي حصلت مش ممكن. حطت فوق السمك هريسة شطة جميلة قوي. مخليها حراد. ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم تروحوا تخلوا منوعات احمد ونونا يكملوا الشرط الاول. ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم بقى، ما تنسوش. بفكركم لا بالله عليكم، لايكات 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 لايكات. النهاردة التحدي جبار جبار جبار. وانا مبسوطة مبسوطة مبسوطة. ايه متاكلش النقل ليه؟ ده تحفة. القلية الحلوة تبان من ناحية البطن، تبقى مقرمشة كده وجميلة. معلش يا جماعة احنا مش عارفين نتكلم بصراحة. سحبته ولا لسه؟ لسه. اكل الكبريه دي. ها الكبريه دي هتوسخني. شربت السفوده يا جماعه بكلاويز كابوريا جمبري سيبيا سيبيا.
بلح البحر. بلح البحر. جنزبيل. بس ما فيهاش سمك النهارده. لا. انا عايزه اقول لكم انا استسلمت. انا انتحبت. التحدي ده انتم بقى يعني وضميركم بقى تدونا اللايكات زي ما انتم عايزين. انا انسحبت هتعمل في ايه؟ بصوا ما انا عشان الاكله الجميله ديت والله بجد اكل 10 على 10 10 على 10 10 على 10 هسامحها بصراحه. كتر خيرك يا اسدي. مع ان هي ما تعملش فيها قوي. لا انا عملت بس الرز والسلطه والبتنجان والشوربه. وحاليا السيبيا وقالي الجمبري اللي هي منوعات احمد ونون. ولو عجبكم الفيديو بقى حطوا لايكات كتير. وما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.